عيدك مبروك. عليكم عيدك مبروك. مبروك. سنين ديما اخوي. العيد حيت هذا من نكهة أخرى ظهر لي. حاجة بلدية على الآخر معناها. شعبية. شعبية متاعنا من أول الدنيا. مش حالتك تاع واحد ذبح سي. ذبحت ما زلت كملت. كملت. إن شاء الله مبروك. إن شاء الله عايشك عايشك. فرق فرع منين والسنين نعمل مقارنة. طب بحكم معناتها زوز ولا تحومة واحدة وعندكم جيران وتعرفوا. الناس تسكن فيه أنت خلينا معناتها كل واحد يحكي على حومته، الناس تسكن فيه أنت بارابور عمناول وسناء كيفاش مقارنة تجوز المقارنة ولا؟ كل عايدة مع عمناول ولا؟ كيف 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 كيف؟ وريتها الأحياء الشعبية حتى اللي ما يعيدش ما يبانش أنه ما عايدش، كلها تفرح بيه والكلها تعاونوا وحتى ما يجيه العلوش ويبعبع وجو بيه. جاو مريقل هذه الكلمه اللي حاشتي بها انا والصفه هذه ما تلقاها كان في الحوم الشعبيه وخاصه في حي تضام فماش واحد في العيد ما ياكلش اللحم حتى ما خذيتش علوش راه يجيها كل كتف ويجيها كل فخذ صحيح هذا ولا صحيح 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 على الاخر زاد الجار يسال على جار هادي جار 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 رحمه احنا مازلنا تو كي تدقك شوكه يحس بيك جارك عيدك مبروك عيدك مبروك يا غالي ذبحت يا غالي ولا مازال ذبحنا يا باهي ذبحنا باهي لا اله الا الله محمد رسول الله الاجواء كيفاش والله كما كل عام الاجواء طيبه في حي تضامن ولا في تونس الكل نكهه العيد حاجه كما قال لك شعبيه حاجه باهيه كما كان يحكي معناها صاحبي ولد حومتي بلال معناها الناس الكل تعيد الناس الكل لاباس كما قال لك قبل حتى العيد العباد تشارك تتعاون تسمع فلان تسمع فلتان في صوره ما ماخذش على الوش يجي الكتف يجي الفخذ يجي كذا الناس الكل لانه هذا عيد لحمه اول حاجه يلزمك تحس بخوك تحس بولد جارك تحس بولد عمك تحس الشعبيه راهي تحس والعباد تحس بعضها ديما بالله سامحني في الكلمه حتى ديما الاحياء الشعبيه يقول لك فيها برشا مشاكل واجرام ليه اما ريت في المواقف الحساسه راهو تلقاها رجال تلقاها رجال يا اخي الثوره منين خرجت بالله من الاخر من الاخر مازال الجار طلع على جاره هوني تو في الوقت هذا وجار فقد جاره شوفوا عايد ولاو يهزوا اللحم مازال موجود هذا والله مازال موجود والله الفضل ربي هو كل شيء اما مازال موجود مازالت العباد تحس ببعضها ومازالت العباد تعاون بعضها وان شاء الله اخويا كل عام ونحن حيين بالف خير ان شاء الله كل عام ربي يداوم النعمه امين حكينا على كل شيء باهي ولكن خلينا نحكيو على حاجه تقلق شويه وحاسه انتم كم متساكنين راكم تقلقوا هذه سيكي يصير العشيه مع الشرقاء ما اخذ لي نحن كما قلنا حومه شعبيه ولهنا تفهم كل شيء انها كلها معايده وكلها بعلالشها وجوها باهي كي ما جيتش ماهيش معايده ما تلقاش برا انت الاحياء الراقيه الاحياء الراقيه ما تلقاهاش هذه كان في الاحياء الشعبيه العشيه تبدا نظيفه هكا تتسيق هذه من بعد مش تقعد ثلاث ايام والجمعه و10 ايام زعما هذا هو الواقع ولا يا دي هو واقع بالكش جبناها احنا من ديارنا تنجم تنجم تعمل دوره كان قربي تنجم ترجع العشيه وتشوف موجود ولا لا يا دي يشير بالحق ناكد له كلامه سكي يصير هذه ماكسيموم العشيه تلقاهاش تجي العباد ولا صحيت هذه فضل التعيد اخذ لي لابد فما شويه يقول تفاضل فما جلد فما 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 حوسه عيد كبير حوسه عيد اذحى ما نقولوش عيد كبير حوسه عيد اذحى من بعد كل شيء لو يتلم وترجع نظيفه باذن الله السمنه باذن الله نشوفك الذبيح انا ايش عمل اليوم قش من راس الذبح يا اخوي السلام عليكم عيدك مبروك كل عام وانت بخير ربي يحييك لمثاله امين يا رب امين امين وريني كل قفيفه فيها كل ماتريال حاضر هكا ترمبه والدنيا فيها راس جبته مع عند اختي ما تاكلش الراس هاو عندكم ترمبه لازم على صحيبات صحيبتي معني كل واحد في الصندي والصحيح قداش من راس اليوم ذبح قداش من راس والله سبع ورجعت برشا ما شاء الله اللهم بارك معناتها الطلب عليك برشا وذبح سبعه كهو ومزق تريفز في البيت والله رجعت شكون من حيث قلت لي يزين عندي المرأة تستنى فيا وقت وفي لازم نقعد شوية وتعبت لازم نقعد شوية نحس بالعيد كي كمان الراس على قداش تذبح فيه والله كله قدير وقدر يمشي لي يمشي والله كله البركوس قداش والصغيرون كلك صحيح اختي ذبحت لها واحد مصلي على النبي مصلي على النبي فيه يمكن بكله حي فيه 110 اعطتني ستي باش نكذب عليك والاخرين صغيرة تكون زاري ومعطنا شوي شوي مش اقل مش برشا ومش شوي زكين واحد ما تعرف دنيا صعب وتكشوف لازم الواحد من عمته فزت اللهم من عمته فزت يا رب الحمد لله عليك الحمد يا رب عليك الحمد في تونس في بيت حد جيعان وكلها تعيط وخاصه في حي تضامن كلها تاكل اللحم كلها تاكل اللحم في حي تضامن كلها تحل ما تاكلش علوش راهي عايش كلها كلها هاي بنة العيد يا باهي يلزمهم يخرجوا القرون صغار يلزمهم يخرجوا القرون وينطحوا هذه بنة العيد كنا صغار وكنا نعملوا فيها
تو السؤال وليدات نفس العملية هذيك بنت الحوم الشعبية من الاخ في العيد الاضحى ما نقولوش عيد كبير نقولوا عيد اضحى في عيد الاضحى هذه بنت العيد والقرون موجودة والقرون موجودة والصغار فرحانة ان شاء الله زينة ان شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير الناس كل تحب بعضها اللي ما عندوش يدق ويخ هاكا هاكا مثلك القرون هاكا مثلك حيد هذا من دق اي واحد هذاك انا يعطي هذاك هذاك سيد السيد هذاك يعطي دق عليه يعطيك الحم هذاك ها هاكا موتوا هذاك هذاك يا ولدي ما يباتوش ما يباتوش حي الحي هذا ما يباتوش دق ديما احلى حيد هذا من احلى حوم شعبيه وخويك وش عيدك مبروك يا بابا مبروك سنين ديما والله عيدت عيدت ان شاء الله سنين ديما على جميع المسلمين والتوانسه كل الحمد لله يا ربي ان شاء الله عيد مبروك على ام سيدنا الكل به أجواء العيد نكت العيد هوني كيفاه؟ والله هي صحية بصراحة مستانس من العباد حتى البارح أنا رجومتي علاش عملت كيما هكا البارح يعني عندي جمعتين خذيت العلوش كل شيء البارح صارت سوتة فيهم كيما هكا تشوف فيه يعني بصراحة ولد يعطيك سوم وبعد ترجع لي برغم عطيتو عربون وحب يزيد يغلي فيه فهمتها؟ اي ما عربونك حب يغلي لك اي وحب يغلي كل شيء فهمت وهو مرة يعمل لي خليه بحذايا وكل شيء كيجيت نجيب فيه ولا قال لي لا السوم هذاك بح هاك تشوف الصوت بح ولكن عيدنا ويرحمنا ما دام كان وجه الله سبحانه عز وجل ما يقعد حد شيء قعد كان الكلام والناس كل عايدت الحمد لله الناس كل عايدت وانا بدي فرحان اللي تعدى لباس وكل شيء فهمت فما السيفة باهية برشا وميزة هي باهية ما تلقاها كان هوني في الحوم الشعبية وخاصة حي تضام ورجال حي تضام اللي ما يعيدش راهو ياكل اللحم ما فماش دار في حي تضام ويدخل ياش اللحم صدقني صحيح هذا ولا هو انت كلمك هذا هو التضامن مسمي على التضامن يعني الناس تتضامن مع بعضها وزيد ساعات تبدا واحد يذبح يتعدى مراها ومعها صغار حتى هي ساعات ما تطلبش يولي يقص لها يمد لها وفما مثلا انا نعرفهم طول هنا فما عزاب مش حتى من توانسة والله من الجزائر واحد الناس جاهم وكل شيء فهمت وان شاء الله عيدنا مبروك على الناس الكل فهمت الحمد لله يا رب ان شاء الله عيد مبارك على الناس الكل ولكن عندي نقطه نحب ديما نسلط عليها الضوء اللي هي الفضلات اللي وراك هوني مشهد ما نحبوش الراوة والله اعتدنا به كل عيد ولكن ما نحبوش الراوة المشهد هذا والله هذيك المعضله الوحيده انا يعني عندك حاجتين انا حبيتهم في تونس عندك نظافتها وعندك امنها هذا مزوز وكان يجي مثلا يركزوا على حاجتين كما كاين حتى الواحد مش يطيش حاجه ولا يحشم على روحه تو هذا مسكين عمل على السياسه وكذا ولكن راك تشوفه ما يجيش بلدي في وقتها ولا كيف وقت تشوف الوسخ وزيد ساعات وليد حتى الساشيات تجي قدام الديار وكل شيء والروايح وتو دين سخان فهمت المعضله الوحيده انا حبيتها تونس تركز على حاجتين المسؤوليه عندك النظافه والامن يزمن الناس كل حتى كي باش يخرج باش يعمل حاجه يحس روحه مرتاح ولا نظافه كي يخرج يجي باش يطيش حاجه يحس روحه زاد يولي يحشم على روحه انا يعني صغاري والله في الكهرباء لا يطيشوها لا فضلات ولا بقوا عصير يخلوها في الكهرباء ويطيشوها في بقعتها فهمت هاك تشوف يا الله غالب فهمت باش نظلموا حد كل واحد يعطيه حقه على امل باش من هوني العشية تتهز الفضلات وتتنح والله انا نتمنى يجوا اما حتى كان ما جاوش حتى كان ما جاوش فما حاجه ما عرفش شكون يعمل فيها ساعة يشعلها بالنار وكي تشعل بالنار تولي تدخل للديار والصغيرات وفما نساء كبار وتحسك الدخان يولي تحس يصل فر انا تبقى حتى الغدوة المهم ما يشعلوهاش بالنار هذيك علاش فهمت تشوف فرص كيفاش فهمت فرص كيفاش يطيش لتر علوش وكل شيء وروايح تو بصراحه فرص كيفاش ما نجمش نحط في ساشي يا اخي عاون البلد يزاد وما هو انسان يزاد كي يشوف كيما كاين واش باش ينظر فما عقليه لازم تبدل ولازم الناس الكل تحس حتى البلد كي تعمل في ساشي هو اسهل له اما تجي تطيشها وتمشي كيما كاين ساسا والله فما نساء ورجال كبار مفروض هم يكونوا قدوه يشد حشاك البوبال ويبدا ينفض فيها ويخلي يحط في ساشي تمولم بالله يعني انا كل يعني انا والمدام ناخذ في ساشي تحط في ساشي وديجا هاك شفت على عيني ساشي خويا يحط في ساشي علاش هكا ساسا حتى نعمه ربي تحط غادي